ولكن المباراه اللي ممكن يكون مستنيها عدد كبير جدا جدا من جماهير الكره المصريه، رغم ان الفرقتين ما لهمش جماهيريه اطلاقا اطلاقا، ولسه يعني حديثي العهد في الدوري الممتاز، وهما فيوتشر وفاركو. فخلينا نبتدي بفيوتشر ونشوف فيوتشر ازاي ان هم يجهزوا نفسهم، او ازاي هم جهزوا نفسهم لبدايه الدوري من خلال عدد من الصفقات، وايضا من خلال انتداب مدير فني مميز زي الكابتن علي ماهر اللي بيلعب بطريقه 4-2-3-1، وصفقات كتير جدا قدروا ان هم يتعاقدوا معاها، واسماء كبيره بالمناسبه. يعني لما تيجي تتكلم كده يعني تقريبا قائمه الفريق كلها بصفقات جديده، يعني هم ناس طلعوا الدوري الممتاز فقال لك لا احنا لازم نجهز نفسنا بلعيبه عندها خبرات في الدوري الممتاز. جابوا مين في حراسه المرمى؟ جنش حارس مميز، محمود حمدي، دول الصفقات الجديده. في خط الدفاع جاب مين بقى؟ جاب سعد سمير، احد اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات الكبيره مع النادي الاهلي على سبيل الاعاره، ونفس الحال بالنسبه لمحمد عبد المنعم اللي كان متواجد على مدار موسمين فاتوا مع سموحه، ولاعيب مميز جدا. جابوا كمان فارس طارق طه، كريم عرفات، محمد ربيعه، محمود رزق مدافع مميز، جوناثان نجوم طبعا ظهير ايسر جيد جدا، ومحمود مرعي. في خط الوسط جابوا غنام محمد رضا، محمد حسن، كريم ندفد معار من النادي الاهلي، مصطفى البدري معار من النادي الاهلي، محمد فاروق خبرات كبيره، ايمن صفاقسي، احمد رفعت، ناصر ماهر لاعب الاهلي السابق، عمر كمال عبد الواحد معار من الزمالك، العربي بدر من الاهلي، عمر سافيولا واشرف مجدي. في خط الهجوم جايبين مروان محسن اسم كبير طبعا، احمد عاطف ايضا في خط الهجوم. القيمه السوقيه بالنسبه لهم يعني تبلغ حوالي 7,280,000 يورو، وده ان ده اللي يدل ان هم جايبين لعيبه كبيره جدا. ملعبهم هو استاد الاهلي والسلام، واول مباراه ليهم امام فاركو اللي هو ايضا دعم صفوفه بشكل مميز. احنا بنحاول نحط يعني حضراتكم في اجواء انطلاقه الدوري بموسم هيكون اكيد جيد ومثير جدا، وهيشهد نديه في كل المباريات تقريبا نظرا لقوه المنافسه. طيب فاركو المدير الفني مين؟ المدير الفني كابتن مجدي عبد العاطي، احد المدربين الواعدين في الحقيقه، بيلعب بطريقه 4-3-3. صفقاتهم الجديده برضه اسماء كبيره، هتيجي تلاقي محمد صبحي، ياسين مرعي، احمد محمود، عبد الله بكري، محمود حماده الاثنين من بيراميدز، صبري جاد، احمد عبد العزيز مودي مدافع مخضرم، رامي صبري طبعا لاعب الانبي السابق ومدافع مميز جدا عنده خبرات كبيره، كمان احمد الصغير لاعب جيد جدا، محمود عماد ومحمود جهاد وزياد طلبه وعزمي هومه وكينجسلي سكاري لاعب جيد، ورزق الله او رزق حمروني لاعب جيد جدا بالمناسبه، اللاعب ده انتظروه يعني، إيريك أيوك وإسلام جمال، عمرو جمال طبعا من اللاعبين الكبار أيضا، وأحمد شريف. قائمة الفريق في حراسة المرمى محمد صبحي، محمود السيد، محمود سعيد شيكا، صبري جاد. في خط الدفاع دي القائمة بقى بالكامل يعني، رامي صبري، عبد الله بكري، أحمد عبد العزيز مودي، أحمد عوض، ياسين مرعي، عزمي هومة، عبد الناصر دي ماريا، جابر كامل، علاء سلامة، أحمد محمود. في الوسط محمود حمادة، محمود عماد، بلال جمال، أحمد الصغيري، مصطفى حمادة، كينجسلي سكاري، أحمد سعيد، هشام فتح الله، أحمد البحراوي، حسن طارق، هاني السيد، أحمد مجاهد، وليد علي. وفي الهجوم رزق حمروني، وأيضا محمد فؤاد، إسلام جمال، إيريك أيوك، واسف تيري مهاجم المريخ المميز، عمرو جمال، علي بهيج، أحمد شريف، وزياد طلبة. القيمة السوقية بالنسبة لهم بتبلغ حوالي 5,330,000 يورو. ملعبهم هو استاد الإسكندرية، وأول مباراة ليهم بكرة مع فيوتشر، مباراة كبيرة ومرتقبة بكل تأكيد.